السلام عليكم أصدقائي في حلقة جديدة من توقعات تيرسي. بما يخص كورس غدا إن شاء الله، الكورس غتكون من 14 عود، مسافة 3100 متر، البري 40,000 الأورو، سان كلاود، جائزة الشباب أصدقاء. هذا هو الجدول. دائما السطر الأول يتضمن الفافوري السيليكسيو، كما شفتوا اليوم الأصدقاء، العشرة والحداش اللي ما جاوش من السطر الأول، وجات الجوج والخمسة من السطر الثاني، يعني نفس الخطة اللي كنقول لكم. دائما السطر الأول كنحذفوا منه جوج الأرقام وكنقلبوا عليهم في السطر الثاني أو الثالث، باش كنلعبوا لعبة سهلة لوجيك تابعة للمنطق، يعني قريب للمنطق، ما نخربقوش ولا نديرو شي حاجة من راسنا. السطر الثاني الأصدقاء يتضمن دوزيام فافوري، وهادو هما الأرقام اللي غادي تبقى ديما داير حذاري منهم وكتلعبو مورا الإكس، 4 5 7 6 1، هادو راه هما اللي باغينا نضربو الكورسة. 14 3 10 9 8 كيبقاو فافوري. طوكال السطر الثالث أصدقاء، 11 2 13 12، كلشي ممكن. باز 14 3 10، هاد لاباز أصدقائي سيليكسيو فافوري، يعني هادوك ثلاثة يقدروا يجيو بثلاثة، يقدروا يجيو غير جوج، كل يوم جاو غير جوج، جات غير 9 و3. فيت 4 5 7 8 9، هادو هما الأرقام المرشحين للفوز وراء الفافوري. بوم، هي المفاجأة أصدقائي، هاد جوج الأرقام 6 و1، راح داري دائما المفاجأة كيكون فيها إما رقم وإما بجوج. اليوم جا غير رقم اللي هو الخمسة، والبارح جات 16 و3، يعني دائما حذاري أصدقائي، هاد جوج الأرقام ديروهم ورا الإكس ولا بازيو عليهم. موت الأرقام الأخيرة دائما كنستبعدوها، ولكن كل شي ممكن، ما كنقتلو حتى شي خير. توقعات قناتي يا أصدقاء، 14 9 13 10 8 7 5 2. اللي راح تشوفوا الأصدقاء، استبعدت رقم 4 ورقم 1 السيميليو، ولكن راه كلشي ممكن، البلا ما تيقوش فيه. غنخلي لكم الرابط ديال التدوينه اسفل الفيديو اصدقائي في صندوق الوصف، طالعوا على افضل الخيل، طالعوا على تفاصيل، شوفوا داكشي يقدر غيفيدكم. الى اللقاء في حلقه قادمه ان شاء الله.